تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من حاضنات العنف الذي يستهدف المرأة بأشكال مختلفة، حيث تنتشر عبر تلك المواقع صفحات هدفها المعلن التسلية والترفيه، لكن محتواها يقوم بالأساس على السخرية من فكرة المرأة القوية المستقلة. هلا العنف، شتى وسائل العنف هي يعني ممكن أن تكون موضوع لوسائل الإعلام، عنف اقتصادي، عنف اجتماعي، عنف سياسي حتى، يعني ممكن نلاقي امرأة متعلمة مثقفة بتروح على وظيفتها بترجع إلى راتب ولكن ما لها قادرة تحكي موقفها أو ما لها قادرة أن تقول وجهة نظرها خوفا من أبوها من أخوها من إلى آخره، فهي كل العنف وارد أنه نحكي فيه وضروري نحكي فيه وضروري نأكد على الزوايا يلي ما سبق ونحكي فيها. ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة في تعرض المرأة للعنف من خلال إخفاء أوجه العنف تحت مسميات الترفيه والموضة وغيرها من الأنشطة، بينما كان من المفترض أن تكون تلك الوسائل المساحة التي تعطي للمرأة حرية لم تجدها في محيطها الواقعي. الواجب اللي حاليا على الجهات النسوية تحديدا يقوم بموضوع مناصرة قضايا المرأة وخصوصا الإعلامية، لأنه هي عاليا الواجهة الأولى بإظهار مشكلات المرأة بشكل عام، مو بالوسط الإعلامي فقط، إنما لما تكون النساء بالوسط الإعلامي مرتاحات وقادرات أنهم يعبروا عن نفسهم وينقلوا قضايا مجتمعهم، فهن غالبا بيقدروا يعبروا كتير منيح عن المشاكل على الأرض، وبالتالي بيعملوا رأي عام وبيعملوا حلقات مناصرة وضغط لحتى يغيروا بالسياسات والقوانين اللي ممكن تنصف المرأة وتعطيها هذا الهامش من الحرية لتختار هي الشيء اللي بدها اياه واللي بيناسبها مو المجتمع بيفرضه عليها. وبالرغم من أنه نادرا ما تكون وسائل التبليغ التي تتضمنها تلك المواقع فعالة في مواجهة هذا الأمر، إلا أن وسائل التواصل ذاتها التي تحتضن مثل هذا العنف هي أيضا وسائل نشر حملات التوعية بضرورة إنهاء كل أشكال العنف المسلط على المرأة.